اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند العالمي، وفي تفاصيل متعلقه طبعا بمحترفينا في الخارج ابرزهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه. نبدا مع بعض في الترند العالمي، ومن خلال صفحه في الجول بيتكلموا على مباراه ليفربول ونيوكاسل. قبل مواجهه نيوكاسل الليله، محمد صلاح هو افضل هداف ليفربول في عام 2020 برصيد 23 هدف، يليه ساديو ماني 14 هدف وروبرتو فيرمينيو 8 ودييجو جوتا 5. سجل صلاح في كل من مبارياته الاربع الاخيره ضد نيوكاسل. محمد صلاح كاريزما واسطوره واحد نجوم الكره المصريه اللي عمل ارقام قياسيه من الصعب على اي حد الفتره الجايه يقدر يحققها في الدوريات الاوروبيه وتحديدا الدوري الانجليزي. طيب نروح لنجم اخر ولاعب اخر بنتمنى له بالطبع التوفيق الفتره اللي جايه، محمود حسن تريزيجي. خبر من خلال صفحه يلا كوره على الفيسبوك اللي بتقول نادي جلاتا سراي التركي يريد تريزيجيه في يناير. اتمنى ان يكون الخبر غير صحيح او حتى في مفاوضات، لكن يكون راي تريزيجيه انه يكمل في الدوري الانجليزي ويكمل معنا دي استون فيلا الانجليزي وما يكونش فيه انتقالات خلال يناير القادم. طيب ده جزء متعلق بالترند العالمي، وكنا بنتكلم على اهم اثنين لعيبه بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، تريزيجيه ومحمد صلاح.